بسم الله. ربنا اجعلنا حاملين لرايات دينك يا كريم، يا معين يا ناصر يا قيوم. وبعد يقول اللي هما مش جسمه كلام الرسول عليه السلام، كيفاش؟ شو العيلة؟ سمعناك تقول وعارفين اللي هو رسول، خاتم الرسول الكرام عليه السلام، سمعنا وعصينا، رانا عصينك عصينك مليش رجعين، هذاك العداوة مستمرة يا قم ساعة. والفساد مش يكون عام في البشرية وقت البنو الصهيون يتركوا كما إرث منا اللي يلغي أي ريحة للإسلام يا رب الإسلام. افهم بالضبط وابحث على روحك. أعلى نجيبولك ما اجتهدنا في معرفتي من القرآن، وانت لك الحرية أن تختار ما قلناه أو ما يناقضه. نعاود أراه يقولون لرسولنا عليه السلام اللي هو صادق وأمين، أمين الوحي، يقولون سمعنا وعصينا والسلام.